رجل الشارع هو اللي اوحى البليغ حمدي بمطلع اول اغنيه عملها في اكتوبر، الله اكبر بسم الله. طابع سمعي في بهجه وفي فرقعه تحسها طلقات نار. خلي السلاح صاحي صاحي، خلي بالك الحرب ما خلصتش لسه. نجيب جركن فاضي ونطبل عليه. إن كان بأرضك مات شهيد. بابا كان عايز يحمس الناس وإنه لازم نبتدي من الأول تاني ولازم ننتصر. عندما تذاع بعد كل بيان نعرف إن هذه البيانات حقيقية. يولا مين يولا مين ابني حبيبي يا ابن عيني ربنا عايشينا في نار المعركة والصهر. أغنية النصر يذاع في الأوقات التالية على الوثائقية.